السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج اسمه بالك كراب انستولر، هو من اسمه بيشيل البرامج اللي هي مش هتقدر تشيل. يعني انت جيت تشيل برنامج عشان تسطب نسخة أحدث، أو جيت تسطب برنامج قالك في نسخة قديمة لازم تشيلها وما زالك تيجي تسطبها ما يرضاش، تيجي تسطب الأوتوكاد يقولك لا هو لسه موجود رغم إن أنت شيلته، فده بيشيل الحاجة من جذورها. فكل عليك إن أنت تعمل سيلكت على الحاجة اللي أنت مش عايزها وتقول له uninstall، وهو يتأكد لك انها اتشالت تماما او في ملفات مشتركة او في اي ملف مرمي في الريجستري هو البرنامج مش عايزك تشيله، بيشيله من الجذور. فالبرنامج ده بيفيدني كتير جدا لما تحصل مشكلة ومش قادر احذف برنامج.